السلام عليكم أينما كنتم أيها الأحبة، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. نتقدم بالعزاء الحار إلى أسر وعوائل الضحايا الذين ذهبوا نتيجة القصف التركي على شمالنا الحبيب في محافظة أدهوك العزيزة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يتلطف على الجرحى بالشفاء العاجل بإذنه تعالى. ما حصل ويحصل أيها الأحبة هو نتيجة التدخل العسكري التركي. طبعا الانتهاك التركي مستمر على أراضينا في شمال العراق. طبعا هذا الأمر يحصل أمام مرأة ومسمع البيشمركة وحكومة الأقليم، لكن الأمور ساكنة ولا حراكة ولا موقف يمكن أن يسجله التاريخ على مثل هذه الانتهاكات التي فاقت حدها المعقول. هذا كله يزيد الأمور تعقيد. لذلك يعني صيحات الاستنكار، المواقف الغاضبة، كلها أمور طبيعية ومبررة أيضا. هذه المسألة تنذر بتداعيات ربما لا تحمد عقباها، وهي بالتأكيد ليست في مصلحة أي من البلدين الجارين تركيا والعراق. أيها الأحبة، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا مني التحية، محدثكم على فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا تعالوا معنا لنقرأ مقطعا من مقال حمل عنوان التكييف القانوني لوضع وفعل تركيا العسكري في العراق، الكاتبة الدكتورة منال فنجان. التكييف القانوني لوضع وفعل تركيا العسكري في العراق، الباحثة الدكتورة منال فنجان. تركيا محتلة لجزء من العراق منذ مدة ليست قصيرة، وتمارس القصف العسكري بشكل متكرر، فالتكييف القانوني لأفعالهم من بداية اجتياحهم للأراضي العراقية إلى قصف مصيف برخ هو جريمة عدوان بكامل أركانها وشروطها. والسؤال الذي يرد هنا، ما الذي على العراق والأمم المتحدة فعله؟ رد العراق يكون بأطر متعددة، منها العسكري والسياسي ومنها القضائي. العسكري يتمثل بإمكانية رد العراق قانونيا بشكل عسكري على أعمال تركيا كنوع من حق الدفاع الشرعي عن النفس، استنادا للمادة 51 من اتفاقيات جنيف لعام 1949. السياسي هو عن طريق الدبلوماسية باستدعاء السفير بتوجيه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة كحد أدنى، أو طرده والتهديد بقطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين واللجوء إلى الأمم المتحدة. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كامل الكناني، الخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكان. مرحبا بكما ضيفين كريمين. مرحبا بك، شكرا لك، ومرحبا بضيفك الكريم. مرحبا بك. ذكرت أستاذ كامل، ذكرت بعض التقارير الموثقة رسميا أن عدد القوات التركية على الأراضي العراقية بلغت عدد القواعد بلغت 23 موقع وقاعدة، يتواجد فيها ما يقارب 15,000 جندي تركي، رقم مهول يعني. بعضها يتواجد بعمق أكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي العراقية. ما أدري هذا التواجد شو يسموه، يعني هل هو يعني نتيجة معاهدة، لو هذا احتلال من قبل دولة لدولة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أحييك وأحيي كادر البرنامج والأخوة المشاهدين الكرام وضيفك العزيز. بالحقيقة يجب أن نضع القاعدة التحتية أو البنيوية للعلاقة التركية العراقية بالنظر التركي، ثم نأتي إلى المعطى الواقعي اللي هو هذا التواجد العسكري الضخم. كل تركيا السياسية تؤمن بضرورة
امتداد حدودها باتجاه الجنوب والوصول إلى نقاط النفط في العراق في كركوك والموصل، وهذا بشكل رسمي ومدون ومعلن من سليمان دمير، من بولاند أجويد، من كنعان أفرين، من الرؤساء الإسلاميين فيما بعد نجم الدين أربكان وخط الآخر، كلهم يؤكدون على ضرورة أن تكون الحدود التركية أدنى بكثيرا باتجاه الجنوب، بما يعني ضم كركوك والموصل وكردستان لتركيا. هذا الموقف معلن رسميا من كل الرؤساء. حينما نأتي إلى تفصيل السياسة الواقعية، لحد الآن في الموازنة التركية يوجد حقل لولاية الموصل، في كل موازنة تركية. فهذا الوجود القانوني والرسمي السياسي يعني أن تركيا تنظر بعين الظن والطمع والاحتلال بشكل رسمي وبشكل واقعي. حينما نأتي إلى تفصيلات المسألة، ربما يستغرق بعض الأخوة السياسيين والعسكريين بموضوعة البككة والوجود وهذا المعسكر وذاك بعشيقة وبكذا. أنا أعتقد هذا هامش المشكلة، هذا المظهر الميداني لمشكلة بنيوية، وهي النظرة السياسية العدوانية التوسعية التي تريد ضم شمال العراق إلى تركيا. هذه القاعدة، أحلام إعادة الإمبراطورية، هذا موجود من الناحية الواقعية، وهم يعولون على بعض التفاصيل الفنية وبعض التفاصيل التضليلية، مثلا اتفاقية فرساي تنتهي بعد 100 سنة، مثل كذا قضية، مثل هذه المسألة التي تطرح في الإعلام التركي وفي وسائل التواصل وفي الخط العام للتداول التركي بخصوص العراق، يكشف أن هنالك مشكلة حقيقية يجب أن يواجهها العراقيون بوعي، بوعي بمعنى أن لا يستغرقوا بالمعركة الهامشية. يعني لن نشغل بقص ورقة شجرة ما دام عندنا ساق وجذور. توجد جذور للمشكلة بحاجة إلى معالجة. تركيا دولة جارة، دولة يجب أن تكون العلاقة معها إيجابية قدر الإمكان. كل ما كانت العلاقة إيجابية، كل ما كانت تتحول إلى منطقة رابح وليس إلى منطقة أزمة. الآن ما هو موجود؟ منطقة أزمة. من الذي افتعل هذه الأزمة؟ أنا أعتقد أن السياسة التركية العدوانية التوسعية هي الأصل، والسياسة التكتيكية المؤقتة هي السبب، هي المشكلة. يعني مثلا تواجد البككة بالعراق، من الذي جاء بالبككة بالعراق؟ الحكومة التركية في عام 2012 قررت أن تنفتح على المجتمعية التركية الكردية، وقررت أن تعطيها حي السياسي، وجابوا الحزب اللي ما أدري شنو سموه يمثل البككة، سمحوا له يمارس دور بالبرلمان. وقرروا إبعاد العسكريين من البككة إلى الحدود العراقية. الحكومة التركية جاءت بالمقاتلين البككة بأسلحتهم وأسكنتهم في منطقة قنديل شمال العراق، حتى بعدين تصير أكو مشكلة ويصير أكو سبب للتدخل العسكري وللتواجد العسكري. فسنتين كانوا متفاهمين سياسيا، بعدين اختلفوا سياسيا ويا هذا الحزب اللي شكله اللي هو داعم البككة، قال هذا حزب يدعم الإرهاب ويدعم البككة ويدعم الإرهابيين، طردوهم من البرلمان، كان عندهم 11 ما أدري 12 نائب، ورجعوا المشكلة بقت عندنا. العسكريين اللي هي الحكومة التركية سمحت لهم بالدخول بقوا موجودين. طبعا بالمناسبة أستاذ كامل، يعني تركيا سعت لجعل البككة كمنظمة إرهابية، لكنه كما أشرت حضرتك أن لهم ممثلين تحت قبة البرلمان التركي. الغريب في الموضوع أن أحد السفراء الأتراك في بغداد وفي ملتقى الرافدين قال، يعني حينما تحدث أحد المتحدثين على أن البككة منظمة إرهابية، فرح كثيرا، قال من الجميل أن نسمع أن العراقيين يصنفونهم كمنظمة إرهابية في حين نحن في تركيا لا نصنفهم كذلك. أستاذ علاء، مشكلة من الناحية الواقعية، مشكلة البككة مشكلة تركية، مشكلة مجتمعية لساعتها 22 مليون كردي تركي. لحد الآن الحكومة التركية ما معترفة بشكل كامل بحقوقهم، مؤخرا اعترفت بهم كوجود، حتى لغة كان ممنوع عليهم، كانوا يسمونهم أتراك الجبل. فالمشكلة بالأصل هي مشكلة تركية، والمشكلة بالأصل هي محاولة التخلص من هذه المشكلة بالتمدد باتجاه العراق، باتجاه ميدان معركة آخر بعيدا عن الأراضي التركية. أستاذ فيصل، أجدد الترحيب بك وأهلا ومرحبا. يعني من وجهة نظر قانونية، هذه سكان المناطق اللي تحتلها تركيا، يعني شو نسميهم؟ شو نوصفهم؟ هل نوصفهم بأنهم رعايا دولة احتلال لو شنو؟ وجدنا يعني في أولا تحية لك أستاذ علاء، مرحبا بك الجليل. حياك الله عزيزي كامل، ولمشاهدي قناتكم مرحبا الكريمة. مرحبا. الحقيقة هو هذا مثل ما تفضل أستاذ كامل، المشكلة هي أصلا مشكلة تركية. سفرت أو أرسلت إلى العراق من أجل الخلاص من هذه المشكلة اللي لخلق حالة نزاع مستمرة مع العراق، ولي
لتبرير الوجود العسكري التركي يعني. بعدين هذه صارت متتالية الحالات. أولا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهذا معمول به على كل الدول الأعضاء وحتى الدول التي ليست عضوا في الأمم المتحدة، ولا احنا الآن هسه ماكو دولة بالعالم ما هي في هذه في الكون أصلا، ماكو دولة ما منتمية إلى المنظمة العالمية. ميثاق الأمم المتحدة يحرم استخدام القوة بين الدول، هذا أولا. وإذا كانت هنالك نزاعات مسلحة بين دولتين يجب أن نأي عن المناطق المدنية وعن المدنيين في مناطق النزاع. هذا موضوع منتهي منه، يعني ميثاق الأمم المتحدة قارة، وبالتالي أي دولة تستخدم القوة ضد دولة أخرى إذا كانت جارة مثل العراق وتربطها علاقات جيدة، يعني الدولتين الآن هم علاقاتهم جيدة، هنالك تبادل تجاري مليارات الدولارات، يعني هي تركيا احنا باب من أبواب انتعاش اقتصادها. 21 مليار 21 مليار سنويا. نعم. طيب كان يفترض أنه تراعى هذه المسائل أولا، يراعى ميثاق الأمم المتحدة ويراعى حسن الجوار، وبالتالي الوصول إلى قواسم مشتركة تخدم الطرفين. إذا نجي لميثاق الأمم المتحدة فيمنع استخدام القوة بين الدولتين إذا كانت حالة السلام سائدة بيناتهم، والنائي بالمناطق هذا نصوص داخل ميثاق الأمم المتحدة يجب أن لا تشمل مناطق النزاع المناطق المدنية. نعم. من؟ طيب هو نزاع أستاذ فيصل، الإشكالية وين؟ الإشكالية أنه تركيا النزاع يعني تركي تركي وماكو نزاع. طيب ليش أي التصفية على حسابي يعني؟ أي هو أنا جايك بالحديث أستاذ، إحنا نحكي ضمن مواثيق وقوانين. أكو هذا ميثاق الأمم المتحدة تحدث بشكل واضح وجلي. أكو عندنا اتفاقيات جنيف، أولا واحدة من عندن منع الإبادة الجماعية ومنع وميثاق حقوق الإنسان إلى آخره، يمنع أصلا الوصول إلى شخص مدني غير عامل للسلاح وقتله، أو يعتبر من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية. العراق الآن طبعا هو صبر هذه الفترة الطويلة كلها ما اتخذ أي إجراء، رغم على لسان وزير الخارجية العراقي الآن في مجلس الأمن أعطى رقم هائل للتجاوزات التركية، للأسف الشديد يعني كان يفترض أنه من فترة طويلة ما يزيد على 11,000 طلعة. طبعا احنا نقول كان يفترض أنه من بداية الاحتلال التركي، خلينا نسميه احتلال تركي، نعم، لأنه وجود قوات بدون أيضا هذا ضمن ميثاق الأمم المتحدة يقول يمنع تواجد أي قوات أجنبية على أراضي دولة أخرى بدون موافقتها. البارحة صرح احنا قبل سائد بالإعلام أنه أكو اتفاقية بين النظام السابق والحكومة التركية، هذه يتذرعون بها دائما يعني. البارحة وزير الخارجية وهو الناطق بلسان الحكومة العراقية صرح بشكل واضح وأمام مجلس الأمن الدولي أنه لا توجد أي اتفاقية ملزمة للجانب العراقي بتواجد القوات التركية. يعني كل ما قيل هو عبارة عن كذبة سوقتها كبيرة. هذه ثانية، حتى لوزان، هذه اتفاقية لوزان اللي تحدثون عنها أيضا نفى وجود أي بند يعطي حق لتركيا بالتواجد أو لأخذ قطعة من أراضي العراق بعد عام 2023، وهذا ما سائد بالإعلام يعني للأسف الشديد. احنا بحثنا مصادرنا من خلال كثير من المصادر، ردنا نلقينا فد سند قانوني يعطي الحق للأتراك بأن يتصرفون بهذا الشكل، ما لقينا الحق. لذلك العراق الحقيقة التوجه الأخير للحكومة العراقية كان توجه صائب وسليم، الذهاب إلى الأمم المتحدة. احنا هسه الآن ومثل ما قال الأستاذ أنا أيد الحقيقة، احنا دولتين جارتين. أولا ليس من مصلحة العراق الدخول في نزاع مسلح الآن. طيب. مع أي دولة جارة قريبة من العراق يكفينا قتال وضحايا وشهداء، قدمنا الكثير يعني. هاي واحدة. الآن الذهاب إلى الأمم المتحدة، تعطيني بعض الوقت أحكي لك شنو فوائده يعني. الآن الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحقيقة أولا، طبعا الأخ المخرج يضغط عليه يقول لي بدل فنكمل بعد الفاصل إن شاء الله أيها الأحبة. طبعا نضيف الأكارم
تعالوا معنا لنقرأ سوية مقطع من مقال آخر حمل عنوان قتل سياحي، الكاتب قاسم سلمان العبودي. قتل سياحي، الكاتب قاسم سلمان العبودي. قبل أن نشرق ونغرب لاتهام تركيا وأدواتها التي أطلقتها في الفضاء الوطني العراقي، يجب علينا أولا اتهام حكومة إقليم شمال العراق لأنها المسبب الرئيسي لتلك الجريمة البشعة التي أزهقت أرواح العراقيين بدم بارد. نعم، حكومة مسعود بارزاني هي من أوجدت الأسباب التي دعت القوات التركية إلى احتلال أجزاء من العراق، فضلا عن القصف اليومي الذي يطال الشعب الكردي والعربي على حد سواء. حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة إرهابية هو الذريعة التي تتحجج بها حكومة أردوغان، والذي جاء بتلك العناصر إلى شمال العراق هو مسعود وأركان حكومته التي أعطيت مساحة كبيرة جدا في اتخاذ قرارات منفردة أدت إلى كثير من الكوارث، وآخرها ما حصل في مصيف برخ. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم. أستاذ كامل، الأتراك يتذرعون بملاحقتهم للبككة، حزب البكيكة، هي القضية فعلا تتعلق بملاحقة البككة لو أطماع لو قضايا أكبر من هذه؟ لا، هو البككة موجودون يعني على الأرض، هي مشكلة كردية تركية حقيقية. توجد قوى يسارية في تركيا ينتمي لها أكثر أبناء المجتمعية الكردية في تركيا، وهذه تدربت وتمترست وتسلحت عبر سنوات طويلة، يعني التجربة ليست جديدة. وحزب البككة حزب تاريخي ويمتلك دعم أوروبي كبير جدا، وله وجود اجتماعي مع الحكومة التركية أيضا تاريخي في دول أوروبا، تواجده كبير جدا وهو مدعوم. والآن واحدة من مشاكل انضمام فنلندا والسويد للاتحاد الأوروبي وللناتو، أردوغان يعترض على دعمهم للبككة الموجودين في أوروبا، فالمشكلة موجودة من الناحية الواقعية. أدري، بس ولكن محاولة الحل بترحيلها إلى العراق، هل يلحقوهم عند فنلندا وغيرها؟ لا، لا لا، المشكلة موجودة فعلا. يعني خلينا ننصف، تركيا تريد أن تتخلص من البعد العسكري العملياتي، لا تريد عمليات عسكرية. من الناحية الواقعية هذا مكون اجتماعي، إذا ما تنطي حقوقه ينفعل بوجهك، وهذا الانفعال راح يختلف مساحته، منهم من يحمل السلاح، ومنهم من يحمل الحجر، ومنهم من يحمل الكلمة والاعتراض، ومنهم من يسكت. فأنت إذن في مواجهة مشكلة حقيقية، أكو بيئة مناسبة. محاولة الحل الجغرافي ترحيل المشكلة من مكان إلى مكان لا يحل المشكلة، لأن يعني أنت هسه، أنت تخيل هسه العالم، دول العالم كلها اعترفت بالكيان الصهيوني، رحلوا الفلسطينيين جابوهم حطوهم بالأردن، ودوهم المصر، وطوهم مخيمات اللجوء بسوريا ولبنان وكذا، شنو الحل من المشكلة؟ باقي الشعب الفلسطيني موجود يريد يرجع الأرض. هذا رجال عمره 80 سنة عنده مفتاح يريد يحلم بالعودة، وهذا مشكلة واقعية. الواقعيات السياسية عادة ما تكون حاكمة، عادة ما تكون غالبة، لا يمكن تغيير الواقعيات السياسية بالإرادة. أنت تريد تمحو الشعب الفلسطيني، وطيت هاي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، فصارت طلعت مشكلة حقيقية. الآن ملايين الفلسطينيين يردون العودة ويردون. إذن الحلول العقلائية والحلول الناضجة والحلول التي ممكن أن تنجح وممكن أن تحقق الأمن والسلام هي الحقول الحلول التي تبنى على واقعيات سياسية معقولة. تضمن كلامك فرد إشارة جدا مهمة، وهي أن ترحيل البككة لا يعني حل للمشكلة. لا، ما أبدا ما يعلن، لأنه أنت عندك الآن أخرى. أنت عندك الآن 20 مليون كردي يتعاطفوا ويا البككة، شو تسوي داخل تركيا؟ عن وجود مخطط تركي لدفع البككة للعراق لتحقيق أهداف سياسية؟ أنا أعتقد هم يحاولون أن يلعبون بالورقة بازدواجية، يعني مرة يدفعون المجموعة العسكرية إلى داخل العراق، ومرة يتذرعون بوجود العسكر التركي حتى يتواجدون عسكريا ويحتلون. الآن المناطق المحتلة والمناطق اللي متواجد بها القوات عدد ضخم جدا، يعني آلاف الكيلومترات بالمساحات المربعة، وأشكال من التواجد غير معقولة، يعني قاعدة عسكرية وطائرات وطيران وقادة، بحيث وزير الدفاع يجي يتجول كأنما يتجول بأرضه، يعني وزير الدفاع التركي. فإذن إحنا أمام مشكلة حقيقية، على الحكومة العراقية أن تضع استراتيجية
استراتيجية تراتبية ممرحلة. أولا الذهاب إلى مجلس الأمن الأمم المتحدة، الإعلام، إدخال الدول العربية والإسلامية في موضوع يعني كشف المشكلة ومن ثم الذهاب إلى الحلول الضاغطة. الحلول الضاغطة ممكن أن تبدأ من الحلول الاقتصادية إلى الحلول العسكرية إلى الحلول الأمنية. ليس صحيحا أن نبدأ بأعلى الحدود، ولكن يجب أن نبدأ باستراتيجية ممرحلة ومسوقفة، لأن هذا جار بالنتيجة، والجار أنت ما تقدر تتخلص منه، لا تقدر تتخلص منه ولا تقدر تلغيه ولا تقدر تشيل منه ولا تقدر أن تنتزع مصالحك وتعزلها نهائيا. توجد مصالح بنيوية وجيو استراتيجية، يعني التدفق المائي للعراق جينا من تركيا، احنا ما نحب أن نغضب تركيا في ملف ونطالبها في ملف آخر. فعلينا أن نجد الحلول بعقلية دول الجوار، بعقلية الدول التي تفكر بسياسة رابح رابح، مو أنت تربح لوحدك وتخسر الآخرين. هذه السياسة لم تعد ناجحة في العالم كله. الآن ليش الصين اجتاحت العالم؟ لأنها بدأت تفكر بطريقة إيجابية. أنا ما أريد أربح لوحدي، أنا أخلي الآخرين يربحون وياي حتى أنا أربح، حتى أخليهم هم يدافعون عن مصالحي، هم يدافعون عن ربحي. أنا أعتقد السياسة التركية العراقية الآن في تحدي حقيقي. الحكومة العراقية يجب أن تضع استراتيجية واضحة المعالم، ويجب أن تبلغ تركيا بهذه السياسة، ويجب أن يكون هنالك حسم في موضوع المسؤولية، المسؤولية القانونية على الأقليم، المسؤولية الحمائية على حرس الحدود في أقليم كردستان وقوات البيشمركة. البيشمركة يستفيدون من كل إمكانات الدولة العراقية ولا يؤدون شروط الحكومة الاتحادية. حتى نحكي باستفاضة بعد إذنكم، الآن أنتقل للأستاذ فيصل. هو منو اللي جاب، منو فتح ابواب الشمال للبككه؟ هذا ما حد يحكي عنه. هو هذه المشكله الاساسيه الان. احنا الان هي المشكله واقعه مثل ما تفضل استاذ كامل. الان يجب ان تجد الحلول لها. يعني انت الان هسه البككه موجودين والجيش التركي داخل باراضي العراق لمسافه اكثر من 100 كيلومتر. نعم. طيب الحل الان هو اولا انت من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية العملية أنت لا تستطيع أن تواجه الجيش التركي نتيجة يعني لا أستاذ ليش ما نستطيع أن نواجه؟ ليش ما نستطيع؟ أنا خلي أحكي لك ليش. يعني أولا مثل ما بالمناسبة طبعا هذا وجهة نظر، هذا خيار، ولكن يجب أن يكون حاضر عندنا. نحن قادرون على إبادة كل الجنود الأتراك الموجودين بشمال العراق. تمام تمام قادرون. لا تمام هذا تمام. يعني إحنا عندنا بس إحنا ما نريد الذهاب للخيار العسكري. الأصعب ليش؟ هو أنا هذا اللي أريد أوصل له. يعني اختيار، هذا اختيار. أولا إحنا مثل ما حكينا قبل قليل إنه إحنا عندنا تبادل تجاري بحجم 21 مليار مع الأتراك. خو هذا اللي يتضرر منه الأتراك. إذا الأتراك يتضررون واقتصادنا أيضا يتضرر، لأن إحنا جهة جالبة للبضائع التركية. يعني أنت ممكن تروح إلى بديل بالإمكان الاستعانة بأسواق أخرى. ممكن لكن أنت عندك شركات عاملة في العراق الآن، عندها مشاريع كبيرة في العراق، وهذه قد تؤثر على البنية الأساسية للبلد. إحنا إذا أريد نرجع للقوة العسكرية، فإحنا نمتلك قوة عسكرية ممكن أنه خلال، أنا متأكد خلال يوم يومين، وهذه القوة اكتسبت قدرة عسكرية وقتالية من خلال تجربتها مع داعش. بس إحنا داعش القوة العظمى كانوا يتصورون أنه راح تستمر فد 10-15 سنة في العراق. 30 سنة قالوا الأمريكا. إحنا قلنا 15-10 في خلال، يعني خلال فترة قياسية. نعم. استطاع رجل واحد بفتوى قدر أن يجند العراق كله. منو عندنا رجال الحشد الشعبي، من الناس اللي قدموا نفسهم بدون مقابل وحتى بدون راتب. يعني هذه إذا أكو قدرة عسكرية، لكن إحنا نقول هذا الخيار الأخير. هذا الخيار الأول الآن المتاح، وأنا قلت في بداية حديثنا أنه خيرا فعلت الحكومة عندما ذهبت إلى مجلس الأمن وإلى المنظمة العالمية. أولا إيش راح تسوي هذه؟ البارحة أنا الحقيقة سمعت كل خطابات أعضاء مجلس الأمن، كانت مرحبة أولا بالتوجه العراق للمجلس الأمن والأمم المتحدة، واثنين داعمة، الكل داعمين، يعني ماكو فد شيء، المجتمع الدولي داعم للعراق الآن. هذه تستغل، وعلاقات العلاقات الآن الدبلوماسية مع دول الجوار ومع دول العالم جيدة. زين العراق هنا، بس اسمح لي، يعني ما قامت به تركيا من احتلالها لأراضي عراقي هو يشبه من حيث المبدأ ما قامت به روسيا في أوكرانيا، لأننا وجدنا أن موقف مجلس الأمن والدول الأوروبية يعني
كبير كان أقامت الدنيا ولم تعدها للآن. هل يعول على مجلس الأمن أن يخرج بمقررات يعني ترتقي إلى النصف مما اتخذته مع لا احنا نتمنى أن يصل إلى نفس المستوى الذي وصلت إليه قرارات الواقع على الواقع. ليش؟ تدري ليش؟ لأسباب عديدة. أولا الكل يعني أنا البارحة سمعت مثل ما قلت لحضرتك كل أعضاء مجلس الأمن سواء كانوا الدائمين أو باستثناء دولة واحدة ممكن أنه شوية يعني حتى في خلال مقالاتي وخلال لقاءاتي السابقة تحدثت عن العراق بما أنه يمتلك علاقة جيدة مع روسيا يفترض أنه يضغط عليها لأنه قد تستخدم حق الفيتو لأنه علاقتها مع تركيا الآن علاقة صارت قوية بعد حرب أوكرانيا. عفوا الآن إحنا ننتظر قرار مجلس الأمن. إذا صدر قرار من مجلس الأمن يدين التدخل العسكري التركي شنو راح يترتب عليه؟ شنو اللي يترتب؟ هذا سؤال نعم. جدا مهم يعني مهم جدا نعم. أولا يطالب القوات التركية بمغادرة الأرض العراقية هذا واحد هذا موضوع مهم جدا يعني اثنين دفع تعويضات للعراق ولضحايا الحادث باعتبار أنه ضحايا ما لهم علاقة لا بالحرب ولا بالعسكر ولا بالبككة نعم. مدنيين ناس سواح يعني سواح هذا اثنين ثلاثة تركيا الآن تعاني من مشاكل اقتصادية وتضخم إذا رفضت تنفيذ قرار المجلس الأمن سوف يعني راح تجمل به قرارات وعقوبات كبيرة مثل ما صار ويا يعني نظام العراق أن مجلس الأمن سيقدم على مثل هكذا خطوة تجاه تركيا إذا استمر الموضوع بهذا الاتجاه وبهذه القوة وتحرك دبلوماسي العراق جيد أعتقد أنه سنصل إلى هذا القرار. يعني وحتى إذا مارس الكيان الصهيوني دعما لتركيا في مجلس الأمن وهي ربما تمسك في الورقة الصهيونية على أنها ورقة ربح هذه بعد هذه نوقف عندها ونرجع إلى أستاذ كامل البككة أنا قبل شوية قلت لك هذا اللي نستفيض به الموضوع لأنه فعلا مهم البككة تتواجد في مناطق مهمة وتمارس حتى تطهيرا عرقيا في هذه المناطق كما هو الحال في سنجار سهل نينوى بعشيقة وما إلى ذلك وهي مناطق لها علاقة بما يسميه البعض المناطق المتنازع عليها يعني هذا الموضوع شلون تقرأ تواجدهم في هذه الأماكن بالتحديد أولا أنها تطهير عرقي ثانيا هي مناطق جدا مهمة اقتصاديا يعني وربما منقول اقتصاديا يتفرع إلى ما فيها من ثروات وإلى ما يمكن أن تحدثه من قطع لطريق الحرير يعني أنا أعتقد أن هنالك لبس في فهم قضية البككة قضية البككة من الناحية المجتمعية الكردية هم أجزاء بالمجتمع والكردي ما تقدر تميزه هذا بككة وهذا بارتي وهذا يكتي أكيد وإحنا ما عندنا قدرة على تفتيش القلوب ومعرفة قلوب الناس بس الكردي إذا لبس اللباس العسكري وراح ويا قوات البككة صار ويا قوات البككة صار معلوم ولكن مجتمعيا صعب تفكيك هذه النظرة و يعني الوثوق بما تزعمه بعض القوى الكردية وما تزعمه تركيا من أن البككة هل قد إرهابيين وهل قد يسوون وهل قد هذا كلام كلام مدعى فيه مساحة من يحتاج مساحة صحيح. من التحقيق ويحتاج مساحة من الدقة البعد الثاني البعد الصراع الحزبي بين البارتي والبككة واليكتي على مناطق النفوذ هذه ودخول مشروع استراتيجي أو جيو استراتيجي هو موضوع طريق الحرير على منطقة سنجار وعلى هذه المنطقة المتنازع عليها الآن المشكلة فيها يعني مجموعة من المداخلات علينا أن نفكك صور هذا التداخل حتى ننهي المناطق الاشتباك غير معلومة الحدود هل الحزب الديمقراطي الكردستاني مع بقاء قوات البككة لو ما عرفهم إذا كان ما عرفهم يجب أن يقوم بموقف رسمي هذا الموقف الرسمي لحد الآن البككة البارتي ما يردون يدخلون معركة مع البككة ما عندهم قدرة يدخلون حرب ثوار البيشمرق اللي كانوا قبل يصعدون على الجبال وعصات ويقاتلون الحكومة ذولا راحوا صاروا كلهم عندهم كروش وصاروا جنرالات وصاروا رخاء وأموال رخاء وأموال ما عندهم قدرة قتالية هاي القدرة القتالية قدرة متصورة متوهمة ولذا هم ما يردون الاشتباك مع البككة بس حتى يتخلصون من ثقلهم العسكري يسمحون للقوات التركية تجي تدخل زين هو بالأساس من فتحوا الباب هنا صار أكو مشكلة منو فتح هم نفسهم البارتي وين الحكومة الكردية اتفقوا
على ادخال قواتهم. هذه الاتفاقيه ب 2013 معلنه يعني معلنه، قالوا 20,000 مسلح كردي يجون يقعدون بمنطقه قنديل حتى حددونهم المناطق. نعم، يعني مناطق التواجد. نعم. فاذا احنا عندنا مشكله تحتاج الى قراءه تفكيكيه توزع المسؤوليات. وين حرس الاقليم؟ وين البيشمركه؟ وين مسؤوليتكم؟ اذا انتم عاجزين عن اداء المسؤوليه انسحبوا، اعطوا هاي الصلاحيه للجيش العراقي للقوات الامنيه العراقيه حتى تمارس دورها. انا اعتقد بهذه الرؤيه التفصيليه والصريحه والشجاعه، يعني يجب ان نتحدث بصراحه وبشجاعه. بالنتيجه هو المواطن الكردي اخونا سواء كان بالشمال سواء كان، وبالنتيجه هو اذا كان مواطن كردي تركي مظلوم بتركيا هو هم أن حق عليه ان ناثر بقضيته. ولكن الذهاب الى الحلول العسكريه والذهاب الى الحلول الى تغيير الخارطه الجغرافيه للمشكله وتركها مشكله هذا مو حل. احنا علينا ان نرجح الحلول السياسيه، ندعم الحلول التفاهميه، ندعم الحلول الحواريه، ونصل الى محددات لوين وين منطقه الاختراق. العراق قادر والعراق يستطيع لوحده بدون مساعده احد ان يحسم الملف عسكريا، ولكن احنا نتمنى ان يرتقي مستوى الحوار والحديث الى مستوى الاداء السياسي. اعود لك للحديث باستفاضه عن قضيه التواجد في اماكن محدده بعينها لا لغيرها. ضيوف الاكارم، انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معنا لنقرا مقطعا من مقال حمل عنوان هل تفهم انقر الرسائل وهل تجيد كتابتها، الكاتبه ضحى الخالدي. هل تفهم أنقرة الرسائل وهل نجيد كتابتها؟ الباحثة والكاتبة ضحى الخالدي. تهاونت حكومات البرزانيين المتعاقبة في أربيل مع الاعتداءات التركية، ونعتقد بأن أرصدة مصرفية قوامها 56 مليار دولار في المصارف التركية واستثمارات أخرى جديرة بأن تجعل المرء متواطئا ربما لا متهاونا فقط. لذا عادت الكرة في ملعب سياسيي بغداد وبرلمانيها، ولا يمكنهم إزاء ذلك إلا الخروج بقرار شبيه بقرار 2020 لإخراج القوات التركية المحتلة، وهو بطبيعة الحال لا يمتلك قوة القانون الذي لو افترضنا جدلا أن تقدمه حكومة تصريف الأعمال اليومية، وهو فرض محال صدوره من ياقة معدلة وصوت عليه البرلمان العراقي بالإجماع، فأطماع تركيا أكبر من أن تذعن لهذا القانون. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، مرحبا مرة أخرى بكم أساتذتنا الأفاضل. أستاذ حياك الله. مجلس الأمن أول أمس أصدر إدانة للعمليات التركية في الأراضي على الأراضي العراقية، وهو يدعم التحقيق الذي تجريه الحكومة العراقية بهذا الصدد. هذه الإدانة وهذا الدعم يعني شو راح يرجف منه مثلا أردوغان؟ راح يأثر على تركيا؟ نعم نعم بالتأكيد. أنا يعني بتقديري أنه تركيا استمرت، خلينا نقول استمرت في غاية يعني دخول استخدام القوة العسكرية ضد البككة وضد حتى العراقيين المقيمين في المناطق الكردية، لأنه ما كان أكو موقف يعني لا من المجتمع الدولي ولا موقف عراقي سابق حقيقة. هذا اليوم بعد التحرك العراقي إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، يعني المجلس أو دول المجلس نددت حتى قبل أن تدخل إلى قاعة الاجتماع نددوا بالعدوان. هذا أعتقد أولا راح ينطي يعني ورقة ضغط على الحكومة التركية. اثنين راح تخلي الأتراك يراجعون نفسهم، يعني إحنا وين رايحين إذن؟ ومعناه أنه كان سيد العراق خليل المتفائلين يعني. طبعا لا بالتأكيد. أنا ليش متفائل؟ الحقيقة مثل ما قلت لحضرتك، قرارات مجلس الأمن حتى لو كان هنالك ضغوط من إسرائيل ولا للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه هيج قرارات ملزمة للآخرين. يعني أنت من نشوف أكو تأييد عالمي لها، حتى القوى العظمى ما ممكن أن تأخذ موقف مبادئ لها. الآن هسه أنا ما سمعت دولة أيدت التدخل التركي. نعم صحيح، ماكو دولة. إذن هنالك إجماع عالمي على أن هذا التدخل أولا غير شرعي، اثنين احتلال غير مشروع، وماكو أي شيء
هو حتى الممثل التركي بالمجلس تحدث وكان ذريعته الوحيدة هو البكك أنه العراق مدخل مجموعة إرهابية داخل أراضيه وتتعرض إنه طيب تتعرض لك خلي من توصل لك إلى حدودك أنت ممكن أن تدافع عن نفسك فيها، ليش أنت تدخل للأراضي العراقية وتقاتلها؟ هذه هم مشكلة. أولا يعني القانون الدولي ما يسمح لك أنه أنت تقاتل مجموعة عندك مجموعة تركية مقيمة في بلد آخر وتقاتلها، اتركها تدخل عليك واحمي حدودك. هذا المنطق المنطق والقانون الدولي يقول هالشكل. لذلك أنا متفائل إذا ما صدر قرار من مجلس الأمن يتيح للعراق أولا الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وللأسف الشديد إحنا أنا ما أدري أكو فد مشكلة ولغز يعني لحد الآن ما فهمنا العراق دخل في عضوية المحكمة الجنائية الدولية لبضعة أيام وانسحب، وهذا قديم طبعا، وترك الباب مفتوح للأسف الشديد. الآن هسه يستطيع العراق أن يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن من خلال طبعاً ذكرت في مقالها الدكتورة مناء الفنجان على أن ما تقوم به تركيا بحسب توصيفات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية من توصيف للجريمة الدولية ينطبق تماما الانطباق على ما تقوم به. أولا جريمة إبادة جماعية، نعم جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب، هذه جريمة هذه المحكمة الجنائية الدولية. احنا نقدر من خلال ليش أنا أقول لك قرار مجلس الأمن مهم، إذا صدر قرار لمجلس الأمن نستطيع الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية ونطلب محاكمة الأشخاص الذين قاموا بقتل المواطنين العراقيين الأبرياء. هذا واحد. اثنين الذهاب إلى المحكمة العدل الدولية أيضا، وإحنا شفنا محكمة العدل الدولية تأخذ القرارات بحق أشخاص مهمين بالعالم يعني الحقيقة. يعني شفناهم على بلدان العالم الثالث وأوروبا فقط ميلوسيفيتش وآخرين على أي حال. على أي حال أستاذ كامل، الكاتبة ضحى الخالدي تقول يظل، هذه وجهة نظر يعني جديرة بالتأمل في الواقع، تقول يظل حزب العمال الكردستاني ورقة ضغط بيد الدولة العراقية، حكومات برلمانات أجهزة أمنية أحزاب سياسية وفصائل المقاومة يمكنها من خلاله استرداد الحصة المائية على سبيل المثال. يعني أنا أقدر الأخت ضحى الخالدي يعني. الأخت العزيزة أم علي كاتبة واعية وكاتبة دقيقة، ولكن أنا أرفض سياسيا أن نستخدم هذه الأوراق التي يستخدمها الآخرون كأوراق بس بغض. يضمن الملعب سياسي يعني إحنا عدنا الآخرين كل شيء لديهم متاح يعني. إحنا عدنا فرص كثيرة لأن ننشئ علاقاتنا على أسس صحيحة، ابتزاز الآخرين والاستفادة من الورقة سياسية إنسانية لأغراض سياسية. أنا أعتقد هذا عمل لا يليق بالعراق. العراق كدولة حضارية يطرح نظام ديمقراطي سياسي انتخابي، عليه أن يدعو الآخرين إلى أن يتبنوا هذه الخيارات. إحنا القضية الكردية شلون حليناها؟ القضية الكردية كان صدام يقتلهم بالكيمياوي، قصف قتل 4000 قرية دمرها، غلق آبار ما أغلقها، عيون ما أغلقها، وغير السلاح الكيمياوي، غير اللي لما سوى الطريق الستيني محيط أربيل، أي واحد بعد الطريق الستيني ساعة بالخمسة يطلع قتل حلال، وطلع عليه الكيمياوي بالمحكمة يقول له أتيحت الظروف مرة ثانية كان أقرر نفس القرار. وين وصل هذا الحل القمعي والقتلي؟ وكان أنا أعتقد هذه حلول العاجزين، ولكن الدولة الحضارية اللي تملك سياسة وتملك رشد وتملك نضج أنا أعتقد عليها أن تبحث عن قنوات الحل بالشكل الإنساني بالشكل الحضاري بالشكل الحواري، والفرصة متاحة والتجربة عندنا متاحة الآن، ممكن موجود هاي التجربة الكردية الآن بالرغم من عشرات المشاكل مع الحكومة المحلية في أربيل مع الأحزاب الكردية، ولكن يوجد علاقة سلمية إيجابية بين المجموعة الكردية ومجموعة السلطة في العراق. المجتمعية الكردية لم يعد هذا عصاك يصعد الجبل وهذا عدو يصيبه بالقناص، تحولت إلى حوارات سياسية. توجد مناكفات، توجد ضغوط، ولكن التداول السلمي للسلطة والعلاقات السلمية هذا حل. الحل الثاني إحنا عندنا خيارات ضغط معقولة، يعني إحنا تفضل الأستاذ العزيز أن هناك 21 مليار دولار بس التبادل التجاري. إحنا عندنا الطريق التجاري لتركيا إلى الخليج
بمليارات الدولار لوحده. هذا خارج التبادل مع العراق. عندنا عدد السياح العراقيين بالملايين، مئات الآلاف أكيدا، ولكن يصلون إلى أكثر من مليون سنويا. هذا لو كل واحد مرينا موالهم، هذا لو كل واحد يخلي له 1000 دولار بجيبه، 2000 دولار بجيبه ويروح تركيا. إذا يعني أنت تتفق مع السيدة ضحى، توجد حلول بعد إذنك سار. إذا تتفق مع السيدة ضحى لما تتساءل تقول ليش ما تغلق الحكومة الأجواء والبر أمام الأستاذ علاء؟ أنت أيضا متابع ومطلع على الأوضاع. أنا أؤمن بضرورة وجود استراتيجية تراتبية مسوقفة بها سقف زمني. يابا إحنا راح نتفاهم وياكم على هاي القضية خلال شهر، إذا ما صار انسحاب، إذا ما صار إطلاق الكميات المائية إلى كذا حد، إحنا راح نبدأ بإجراءات. هذه الإجراءات ما نبدأ نقطع العلاقات ولا نبدأ نغلق الحدود. غلق الحدود خلي يكون المرحلة الرابعة أو الخامسة. نود أولا الشركات التركية الموجودة يابا خلال 6 شهور، إذا ما صار تصفية راح نصف الشركات التركية كلها. الشركة الثانية ممنوع السفر. المرحلة الثالثة كذا، إلى أن نصل إلى غلق الحدود. من نغلق الحدود هو الجد التركي ما يقدر يبقى. الجد التركي يحتاج إمداد، يحتاج تواصل، يحتاج غذاء. فأنت عندك وسائل ضغط سلمية. أنت ليش تروح يعني للأصعب؟ إذا تقدر تتفاهم ويا واحد، ليش تضرب بوكس وضرب كله؟ تفاهم ما دامت فرصة التفاهم. ثانيا يوجد بعد انتخابي بالقضية. أردوغان يناور بالمنطقة من أجل أن يفوز بالانتخابات. تقدر تخلي ضغوطك كلها تحت السقف الانتخابي. قبل يومين الانتخابات أنت موصل حد مثلا حد أعلى من الضغوط حتى تحرج جمهور أردوغان وجمهوره حينما يشاهد أن أردوغان يسبب مشكلة لتركيا، يسبب مشكلة اقتصادية، يسبب مشكلة سياسية، يسبب مشكلة أمنية. بالتأكيد راح يكون أقرب للتراجع. وبراغماتي، معروف عنه أردوغان أنه رجل براغماتي، ويشوف وين منافع يروح لها يعني. فأنا أعتقد أن فرص الحل متاحة، ولكن بحكومة قوية إن شاء الله تعالى. إذا تشكلت هاي الحكومة الإطارية، أنا أعتقد تتخلص من نقاط ضعفها، تتخلص من سياستها الاسترضائية، وتتخلص من حتى الاختراقات التركية وتأثيرها على الملف العراقي. أنا أعتقد إذا الله سبحانه وتعالى وفق العراقيين لتشكيل حكومة في هذه الظروف، أنا أعتقد تستطيع أن ترسم استراتيجية حكيمة وقوية وشجاعة في مواجهة هذا التغول التركي، هذا الاستهتار التركي، هذا اللي نقدر نسميه كل المسميات. طبعا الأستاذ كامل رايح كثيرا باتجاه الحل الدبلوماسي والحل السياسي. من وجهة نظر قانونية، يعني ما المانع في أن تتخذ الحكومة خطوات رادعة فعليا كما أشار، غلق الحدود، كإيقاف عمل الشركات التركية في العراق، كعدم السماح للسواح باعتبارهم مصادر دخل؟ أنا أتفق تماما مع أستاذ كامل. بما أنه الحكومة العراقية ذهبت إلى الحل الدبلوماسي، عليها أن تستمر بهذا الحل. وبالتالي أكيد هنالك سقف، يعني هو إذا أعطي سقف للحل الدبلوماسي بعد فشل هذا الحل الدبلوماسي، بالتأكيد أنه هي المنظمة الدولية ستذهب إلى حل آخر. يعني قلت لحضرتك أنه بدأ تركيا إذا لم يعني تخضع أو تذعن إلى قرار مجلس الأمن، وأعتقد أنه بمجرد صدور قرار مجلس الأمن لصالح العراق تركيا ستذهب إلى، وأنا الحقيقة قلتها هاي حتى نشرتها على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، جريمة دهوك ستؤدي إلى سحب تركيا لقواتها العسكرية. هذا منين إجا؟ لأنه تركيا ستشعر أنه هي الآن محرجة في زاوية حرجة جدا. أما أن تذعن إلى قرارات المجتمع الدولي أو تعتبر خارجة عن الجماعة الدولي، وبالتالي سوف تكون هنالك عقوبات رادعة. العراق الآن بعد هذه المرحلة إذا امتنعت تركيا وتمردت على المجتمع الدولي، أي قرار أو أي خطوة أخرى لاحقة عندما يتخذها ستكون مدعومة من المجتمع الدولي، أنا متأكد يعني. شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين سلطتم الضوء على مختلف حيثيات الموضوع. أيها الأحبة، معد البرنامج الأستاذ قاسم العجرش كتب الخاتمة التالية: طيران يحلق بمنتهى الحرية، ومدفعية تقصف متى تشاء، ودوريات تجوب الطرقات، وحتما منافذ حدودية غير رسمية تحت سيطرة هذه القوات. استباحة الدم العراقي من قبل تركيا بسبب السكوت العراقي وعدم الرد. 21 مليار دولار قيمة التعامل التجاري مع دولة السلاطين
العثمانيين ويقول لك ليش تحكي؟ شكرا، إلى لقاء آخر.